بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم صدق الله العظيم.